السلام عليكم، وياكم علي هادي علي. بهذا الفيديو راح اوضح لكم مصطلح دا نسمعه هذه الايام اللي هو تهريب الساعات، نسمعه بالاخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. شنو هذا وشنو تهريب الساعات؟ يعني شركات دا يسرقون الانترنت او دا يهربوه خارج العراق. بكل بساطة تهريب الساعات معناها انه هذه الشركات تتحصل على ساعات الانترنت بشكل مباشر من الشركات المجهزة بدون المرور بالبوابات الحكومية. زين، هما الشركات ليش دا يسوون هيجي؟ يسوون هيجي لأنه الحكومة دا تبيع الميجا بت الوحدة بأسعار كلش مرتفعة للشركات، دا تبيعها تقريبا 80 أو 90 دولار، بينما الانترنت بالشمال، انترنت الشمال الميجا بت من 10 إلى 15 دولار. فأكو دا يشترون من الشمال أو دا يشترون من مصادر ثانية بشكل مباشر بدون المرور بالبوابات الحكومية. فإحنا ليش نعالج المشكلة بمشكلة ثانية؟ يعني هذه الحلول اللي دا تصير هي عبارة عن حلول ترقيعية بكل سهولة وبساطة. إحنا إذا نريد نحل مشكلة الانترنت، يابا يا حكومة يا عيني بيعوا ساعات الانترنت أو الميجا بت الوحدة للشركات بسعر أقل. فالشركات دا تسوي؟ دا تستخدم أسلوب الاحتيال حتى توفر أو تنطي انترنت السعر مالته مقبول، يعني بكل صراحة ضمن هذه المبالغ ما راح يتحسن الانترنت ابدا. فالشركات دا تسوي خلينا نقول حيل حتى توفر او يكون الانترنت يصرف لها مثل ما نقول بالسوق. دا يستخدمون الكاش، دا يستخدمون هذه البدائل اللي تلهي المواطن. صدقوني انه الخاسر الاول والاخير هو المواطن. دا ينطي مبالغ كلش عالية بالمقابل دا يحصل على انترنت سيء وغير جيد وبطيء. الحل بشكل سهل انه احنا نخفض كلفة الانترنت حتى ما نبقي اي حجة لاي شركة. يابا انتو الشركة ليش الانترنت مالتكم سيء؟ تستلمون الكلف او الحزم بسعر رخيص، اخلي شروط، اخلي قوانين معينة، اي شركة تخالفها انهي العقد مالتها. بس اني اذا ابيع لهم بشكل غالي شيء اكيد الشركة ما راح تستفاد وراح تستخدم اسلوب الاحتيال حتى توفر خدمة انترنت مناسبة للسعر اللي دين دفع. فملخص هذا الفيديو، هذا هو معنى تهريب الساعات، والحل مالته انه الحكومة تخفض اسعار الميجا بت الوحدة للشركات. غير هذا الشيء ما راح تتحسن خدمة الانترنت ابدا. وبس، يعني حبيت اوضح لكم هذه النقطة. مع السلامة.